بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون في كل مكان، طبتم وطابت جميع أوقاتكم بالخير والبركة. نحييكم ونرحب بحضرتكم في هذا المساء الجميل، في هذا المساء الذي خصص لأشواطنا المفتوحة، عاشر أيامنا ضمن هذا المهرجان، مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن العربية الأصيلة في نسخته الخامسة لعام 2023. متابعينا في كل مكان، قبل لحظات انطلق شوطنا الثالث للإبكار الإجداع، هنالك 5 كيلومترات، هنالك 22 اسما شعارا منطلقا باحثا عن الفوز والانتصار، هنالك انذار اول المنطلقات، عبد الله بن سالم القحطاني يتقدم على المركز الاول، المركز الثاني من تصل اشواق بشعارها الادعم وهجن الشحانية تتقدم تتسلل الى المركز الاول باشواق وشعارها الذي دائما وابدا يشتاق للنواميس ويتواجد في جميع الميادين. مرحبا بابناء دولة قطر الشقيقة، مرحبا بأبناء دول الخليج هنا في المملكة العربية السعودية، القادمين والمشاركين بل المنافسين هنا في هذا المهرجان. المركز الثاني قدوم من المسك، ضيفة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بشعار الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان، يقدم لنا المسك على المركز الثاني. المركز الثالث شعارك يا بن بيشان، او شعار بن حلوس، من يتقدم؟ سالم بن عبيد بن حلوس العامري يقدم لنا زعفران على المركز الثالث، ايضا قادما من دولة الامارات العربية المتحدة، تحديدا من العاصمة ابوظبي، قادما هنا للمشاركة، هنا مع الاشقاء، هنا مع ابناء المملكة في هذا الميدان. المركز الرابع، مرحبا بهذا القدوم، وصلت مسلية وحمد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي يتقدم بهذه الماركة الغنية عن التعريف، بهذه السلالات، بهذه الانطلاقات، بهذه الأشكال المميزة، يقدم لنا بن بيشان مسلية على المركز الرابع. المركز الخامس، وصل الزرعية، وصلت الشاهينية، ووصلوا أبناء سلطنة، أبناء سلطنة عمان يتنافسون، يتواجدون هنا في هذا الانطلاق، انطلاق مميز في أشواطنا المفتوحة. متابعينا في كل مكان، يا من تتابعون، يا من تراقبون قنواتنا السعودية الرياضية والقنوات الناقلة، القنوات المصاحبة لهذا الكرنفال، لهذا العرس التراثي الكبير، مهرجان سيدي ولي العهد هنا في عروس المصايف، هنا في ميدان الطائف، في هذه الأجواء الجميلة، الأجواء الطائفية، الأجواء السعودية، الأجواء الجميلة، بين هذه الانطلاقات المميزة من الشعارات من أبناء الخليج المتواجدين هنا في عروس المصايف. هنالك متابعينا الكرام، لنا عودة إلى مقدمة الشوط، إلى بن حلوس سالم بن عبيد بن حلوس العامري مع زعفرانه، مع زعفرانه بهذا الشعار الأسود، بهذا الشعار الأسود، قادما للانتصار ملقبا بملك الإنتاج، يقدم لنا هذه السلالات، هذه السلالات، هذه النوعيات في مثل هذه المهرجانات هنا في مهرجان ولي العهد. الاثنين كيلومترات، يا بن حلوس هجن الشحانية ثانيا هنا يتقدم ويقدم لنا هذا الشعار.
جابر بن سالم بن جابر بن فران يتابع يراقب لنا أشواق 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 لا تزعلون أشواق منطلقة على المركز الثاني هنا بالشعار لدعم الله يا هذا القدوم وصلت المسك المسك بشعار الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان لكن وصلت الحقة وصلت الحقة بشعار هجن الشحانية تتقدم ومحمد بن خالد العطية الحوت يتقدم يتقدم وأبناء السلطنة على المركز الخامس متابعين في كل مكان أبناء المملكة يتقدمون يتسللون بن بيشان قادم القرشي قادم مع دهامة على المركز الخامس تتسلل إلى المركز الرابع لكن لنا عودة إلى أبناء دولة الإمارات إلى بن حلوس إلى العامري إلى العامري من يقدم من يقدم لنا الزعفرانة أو زعفرانة على المركز الأول وسالم بن عبيد بن حلوس العامري يا العامري أقبلنا أقبلنا على الكيلو متر الأخير انذار انذار هنالك تنبيه لكل المشايرين لكل المشاركين أجواء الكيلو متر الأخير هجن الشحانية على المركز الثاني على المركز الثالث أوه يا هذا القدوم وصل العنزي وصلت شواشة فلا بن سويلم بن محمد العنزي عاطب بن عطية القرشية تقدم لكن أبناء دولة الإمارات أبناء دولة الإمارات أبناء دولة قطر أبناء المملكة أبناء المملكة أبناء زايد أبناء زايد منطلقين منطلقين مع زعفرانة مع زعفرانة أشواق تحركت أشواق تحركت شواشة شواشة ثالثا أبناء المملكة يتقدمون بكل قوة على المركز الثالث لكن زعفرانة يا إخواني زعفرانة والعصوين العصا في الإبطان في الإبطان بدون أي توامر ولا تحركات من بن حلوس بن حلوس تحرك تحرك مالك زعفرانة سالم بن عبيد بن حلوس العامري وين ما يسكن وين ما يسكن سلام لأبناء دولة الإمارات العربية العربية المتحدة إلى الوجن إلى الوجن إلى العين سلام يا مالك زعفران سلام على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني أشواق بشعار هجن الشحانية المركز الثالث شواشة بشعار فلاح بن سويلم بن محمد السدري العنزي المركز الرابع شعار هجن الشحانية المركز الخامس عاطف بن عطية بن حسن القرشي يصل على المركز الخامس متابعينا مشاهدينا في كل مكان تهانينا والنماس لمالك زعفرانة سالم بن عبيد بن حلوس العامري من ذهب بالسلام من ذهب بالانتصار إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشعار المميز بهذا الشعار الأسود الذي يحضر في كل المهرجانات ويحضر في مثل هذه الأشواط متابعينا الكرام ها هنا ساعة وصول زعفرانة إلى خط النهاية 8 دقائق بدون ثواني و92 جزءا من الثانية توقيت زعفرانة صاحبة الشوط وصاحبة النوماس في هذا الانطلاق المركز الثاني أشواق بشعار هجن الشحانية 8 دقائق 3 ثواني 73 جزءا من الثانية والتهنئة لمتابع أشواق جابر بن سالم بن فران على هذه المتابعة المركز الثالث شواشة ما قصرت فلاح بن سويلم العنزي 8 دقائق 4 ثواني 9 أجزاء من الثانية المركز الرابع الحقة بشعار هجن الشحانية المركز الخامس دهامة بشعار عاطف بن عطية بن حسن القرشي متابعينا في كل مكان ها هنا كما تشاهدون عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث